يقول ابن القيم: الصلاة فوائدها عظيمة، الصلاة فوائدها عظيمة، ولذا كررها ربنا في اليوم والليلة 5 مرات. الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. مبعدة من الشيطان كل البعد. إذا رآك الشيطان ساجد يبكي، يقول: يا ويله، أمر بالسجود ولم يسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فالصلاة لها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو ماء أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم.